لا اتمنى لكم يوم جميل. بما ان بقى جه الصيف وانتوا عارفين ان الاجواء بتكون حر، فالواحد مش بيكون طايق ان تكون الشنطه معاه ضخمه. ففيديو النهارده فيديو خفيف لطيف كده لبورتفيه او كلاتش زي ما تحبوا تسموه، هنبطنه. هو معمول بخيط الخيش، تقدري تعمليه بخيط الرافيه، تقدري تعمليه باي حاجه انت عايزاها. وفي كتير قوي بصراحه يعني ضايقوني جدا على انستغرام فكره انه ازاي الشنطه واقفه، فدي اسرار شغلي يا فندم. الحركه دي بصراحه حركه يعني سيئه قوي، وهي مش سر قومي ولا حاجه. الشنطه بتقف بالبورو او البوري زي ما بتحبوا تسموه، وهو القطعه البيج اللي انتوا شايفينها ما بين البطانه وجسم الشنطه. طبعا اول حاجه لازم ان انا اثبت السوسته، واثبتها بشكل يكون مخفي نوعا ما. طبعا تقدري تخيطيها بنفس لون الشنطه زي ما انا عامله، او تقدري تخليها بخيط شفاف لحد كده. تمام. الفكره كلها انه هبتدي اخيط البورتفيه بالاسلوب الخفي ده، وبعدين ابتدي ادعم بقى الشنطه بتاعتي واخليها واقفه كده عشان يبقى ليها منظر، والغرز الجميله دي تبان. دي غرزه كلاستر وغرزه نص عمود، ما فيهاش اي تفاصيل جباره يعني. عملتها فتره كده وهي شفتها منصوره، وحبيت ان انا اطبقها بشكل عملي. طبعا ما صورتهاش، وكنت منتظره ان انا اجيب خيط رافيه وبعدين اصورها واعلمكم ازاي الطريقه بتاعتها، ولكن استعجلت وعملتها بخيط الخيش عشان خيط الرافيه شويه في المنطقه اللي انا فيها. كل ما اجي اسال البياع يقول لي ده غالي، يعني غالي وما بيتوجدش، دي عجيبه شويه، بالذات ان هم اصلا يعني بيبيعوا كل انواع الخيوط تقريبا، فمش عارفه. فعملتها بخيط الخيش، وبصراحة النتيجة بهرتني وطلعت حلوة. فأي حد عايز يعملها بشكل اقتصادي يعملها بخيط الخيش أو الكتان زي ما تحبوا تسموه، هيكون بسيط وسهل. السوستة طبعا بعد ما خلصتها زي ما انتوا شايفين كده، لازم أعمل الجزء ده شوية فيه شبه دوران، وأقفلها كويس قوي 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 من أطراف عشان لما أجي أحط التدعيم بتاع الشنطة يكون الديفوهات اللي موجودة في السوستة مش باينة. الديفوهات بمعنى ايه؟ ان ما يكونش فيها تعريق، ما يكونش السوستة كده حاسين ان هي كأنها دخيلة على الشنطة، فاهميني؟ بعدين هثبت البورو بغرز واسعة كده، طبعا من بره تكاد تكون مخفية مش باينة خالص، لكن من جوه غرز واسعة جدا. ليه مش غرز ضيقة؟ عشان البورو ممكن يقطع يدخل الخيط ويطلع وكأنه ما عملش اي حاجة. تمام. طبعا هنثبتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها بيها دي لحد ما اخلص كل التدعيم بتاع الشنطة. شايفين بقى المنظر من بره، الغرز طبعا واضحة قوي وشكلها حلو. طبعا النوعية بتاعت الشنط دي بتبرز قوي ان انتي تمسكيها كده بالايد، عايزه تحط لها حلقات وتلبسيها كروسة تكون حلوه قوي برضو، وتعملي لها حبل لاسيه بنفس الخيط وكل حاجه وتطلع حلوه. زي ما انتوا شايفين انا ركبت كمان البطانه، بس البطانه يا حضرات لازم تكون مخفيه وبعيده قوي عن السوسته بشويه صغننين قوي، على اساس ان ما تكونش باينه السوسته دعوك الحركة يعني وانا بفتح واقفل الشنطة بتاعتي. وزي ما قلت لكم عايزين تخيطوها على مكنة، عايزين تخيطوها بخيط شفاف، كل ده هيمشي وهينفع. وبالذات الشنطة دي تنفع ان انت تخيطيها على مكنة عادي، مكنة خياطة عادي باللون البيج، هتطلع تحفة. خيط شفاف هيطلع هايل قوي، مفيش اي مشكلة خالص انت تخيطيها على ماكينة. اهم حاجة تمشي مع الدورانات زي ما انت شايفة كده حتة بحتة، وطولي بالك وبعدي خالص عن السوستة، تكون يعني في مدى للسحاب انه يروح ويجي او الجرار. تمام. وما يكونش طبعا الخياطة بارزة قوي بشكل منفر لدرجة ان هي يعني تكون مش مقبولة. ده كل حاجة عن الشنطة بتاعتي. كمان ملحوظة صغيرة انه زي ما بنقول نحاول نبعد عن المدى بتاع السوستة، كمان ممكن ان انت تحطي في الجوانب بتاعة الشنطة دي حواجز او حتة قماشة مدعمة بحاجة بسيطة يعني بورو،
وتكون الشنطة دي ليها حواجز بحيث ان هي ما توقعش الحاجات بتاعتك، وده يفضل، ولكن انا حبيتها تكون سيمبل، لان طبعا مش هفتح السوستة للاخر قوي كده يعني لما اجي استخدمها. تمام، طبعا اللي عايز الشنطة دي هيلاقيها متاحة على صفحة المنتجات، وان شاء الله هيكون في موقع قريبا هظبطه وهنزل لكم بيه، وهتشوفوا فيه افكار وحاجات جديدة جدا. وبس اسيبكم بقى مع الشكل النهائي والفينش بتاع الشنطة، وتشوفوا شكلها بقى عامل ازاي. ولو لسه اول مرة تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو، وتطريز، وحتى الكروشيه العادي. وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.